السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة المراكشية. اليوم غنحضروا غريبة الكاوكاو أو الفول السوداني، كتجي معلكة ولذيذة بزاف بطريقة جد مبسطة وناجعة. خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. ما تنساوناش اضغطوا على الزر الأحمر أبوني وديروا جيم، خرجوا في القناة ديالي ليوصلكم كل الوصفات الجديدة. بالنسبة للمقادير كنحتاجو 500 غرام ديال الكاوكاو. هاد الكاوكاو الصغير ما يعادل تقريبا نص كيلو. كناخذ هاد الكاوكاو الصغير كنحمروه بعض الشيء حتى تتحيد لنا ديك الطيبه ديال الكاوكاو. كنحمروه مزيان، لان الا تحمرناه وطحناه درنا به الغريبه ما كتجيناش معلكه. يعني كنحمروه باش كيجي واحد الطيبه بنينه، يعني باش ما يجيش الطيبه ديال الكاوكاو كتجي مجهده. هنا عندنا 200 غرام ديال السنيده، اي السكر الخشن ما يعادل كوب ونصف. عندنا معلقه كبيره تاع قشور تاع الليمون، واللي متوفر عنده الحامض يدير الحامض حسب المتوفر عندكم، واللي ما متوفر عنده لا حامض لا ليمون اي برتقال يمكن يستغنى عليه. عندنا هنا ساشيه ديال الفانيا، معلقه كبيره ديال الكونفيتير، معلقه كبيره ديال الزبده، ساشيه ديال الخميره ما يعادل 7 غرام، جوج حبات تاع البيض. بسم الله. كناخذ هذا الكاوكاو كيف ما قلت لكم بان غنحمروه بزاف، لان الا تحمر بزاف راه ما كي الغريبه ما كتجيناش معلكه. كنمزجوه مع سنيده، كنمزجوه مزيان، من بعد كنطحنوه مزيان. كنمزجو كاوكاو مع سنيده من بعد كنطحنو. بسم الله. بعد ما طحنا كاوكاو صبح على هذا الشكل انتما كتلاحظوا. الان كناخذ هذا البيض، جوج بيضات، كنحاولوا نضربوهم. بعد ما طلبنا البيض على هذا الشكل كنصبو القشور نتاع البرتقال، فانيا، جوج معالق معلقة عفوا ديال الكوفيتير، معلقة ديال الزبدة، كنمزجو هاد الخليط ديالنا على هذا الشكل مزيان. بعد ما مزجنا المكونات كنصبو كاوكاو، كنصبو فوق الخميرة خميرة الحلويات، كنبقاو نصبو حنا كنمزجو بيدينا على هاد الشكل، كنبقاو نمزجو على هاد الشكل بحال كندلكوها باش تعطينا ديك التعليكة. كتجي واحد الغريبة لذيذة بزاف وبنينة. بعد ما دلكنا العجينة مزيان صبحت على هاد الشكل وجمعناها، نتوما كي كتلاحظوا هي كتجمع لينا مزيانة جات. الآن نكوروها ونوضعها في السكر بلاصي ونوضعها في الطبق. بسم الله. كناخدو هاد العجين كندير الكويرات. بالنسبه للسكر البلاصي دائما نختار السكر مزيان، هذا السكر كيتباع في المحلات التجاريه كيكون فيه النشا، كيجي من النوع الجيد، لان هذا النوع الجيد هو كيساعدنا باش كيلصق في هذه الغريبه ديالنا وكتجي الغريبه مزيانه. هو هذا الشكل السكر البلاصي سبيسيال راه كيتباع هانتوما على هذا الشكل. وكنمزجو السكر كنمزجو مزيان، كنعاودو نختارو كذلك. كنديرو في السكر البلاصي كنمزجو على هاد الشكل، ومن بعد كنبقاو مستمرين كنوضعوها في الطبق وكنبقاو مستمرين حتى تنكملو ونكلو. بسم الله. بعد ما سلينا جميع الغريبات، واحد النقطه مهمه، من الافضل ندير هاد الوراق باش ما تلصق لنا الغريبه لانها كتجي معلكه. من بعد كنكون سبقنا سخنا الفران كيكون ساخن سخون مزيان، ومن بعد تنقصوا عليه النار وكتكون النار متوسطه، وكندخلوها من التحت كنشعلوا عليها العافيه من الفوق حتى تتشقق لينا، ما تفوتش 5 دقائق 4 دقائق حتى 5 دقائق،
ومن بعد كنطفيو العافيه من الفوق وكنشعلها من التحت. كذلك كطيب 5 دقائق، لان راه الكاوكاو راه شي شويه محمر باش ما تجينا معلكه، الا خليناها اكثر الوقت راه كتجي قاسحه. بسم الله. بعد ما خرجنا المغربه ديالنا من الفران، كيف ما سبق ليا قلت لكم بانها راه 5 دقائق من الفوق 5 دقائق من التحت، وما كنقيسوهاش، كنخليوها في الطاوه حتى تتبرد. من بعد حيت تبرد اللي بغى يحتفظها في المجمد كيوضعها في البلاستيك الغذائي، يعني مجبانيه، وكيوضعها كيستفها وكيوضعها في المجمد، كتبقى معلكه وكتبقى لذيذه. وكنتمنى تعجبكم هذه الغريبه، وغادي تعجبكم هي، جربوها وبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.